الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند أي باب؟ ذكرنا ولئن نعم فلما أتاهما صالحا. الآية أول الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها. السكون إخواننا إما سكون شهوة أو سكون مودة ورحمة، سكون شهوة وسكون مودة ورحمة. سكون الشهوة ما يمكن الشهوة أن تنطفئ إلا فيما أحل الله. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها إي جامعها. يقول هذا فيه أن نصوص الكتاب والسنة كناية عما يستقبح ذكره. لن تجد نص واحد في كتاب أو سنة ذكر ما يستقبح ذكره، وهذا رد على من يأتي بالقصص يقول فلان التقى بفلان وصنع بها كذا ووصفها على كذا. هذا ما يصح، لأنه قد يكون يعني بعض الناس في صورة إنكار المنكر هو يدعو للمنكر. ولهذا يقول من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له. يعني هذا اللي يصنع بعض من يأتي بالقصص ويتكلم بكلام، وهذا الكلام يثير الشهوة عند السامعين، وقد يكون هذا السامع يقع في معصية بسبب الواعظ. هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا قال عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا أي في شأن النساء. خلق الإنسان ضعيفا أي في شأن النساء، لأن الإنسان إذا ذكر له هذا الباب باب النساء ما استطاع أنه يتحمل. ولهذا قال بعض السلف قال جنبوا مجالسنا ذكر شهوة الفرج وشهوة الفم. يعني ما تكلم طالب علم ما تكلم في هذا الباب، باب نساء، يغلق هذا الباب. يقول أن الإنسان إذا ذكر له طعام اشتهاه واتاقت إليه نفسه، فكيف بمن يأتي من باب الوعظ ويذكر لك النساء وكذا وكذا وكذا. قد تثور الشهوة ولا تجد أن تطفئ الشهوة إلا في معصية من السبب. السبب الأول في صورة الوعظ. تسمع بعض الناس يعني مثلا يأتيك إنسان من دولة من الدول يقول يا أخي أعوذ بالله عندنا في يوم كذا في منطقة كذا يصنع كذا وكذا وكذا، فهذا يقول أعوذ بالله وهو في نفسه يقول جزاك الله خير. عرفنا الموعد صحيح والله. أو بعض الناس يقول اسمع تعرف هذا الخبث أنا صلى الله عليه وسلم كيف يصنع الخمر؟ قال كيف؟ قال اسمع تجيب كذا وتضع كذا وكذا صار خمر. قال الله يبارك فيك صحيح. قال تبغى تعرف كيف يكون السحر؟ قال كيف؟ وانت تعرف انه بعض الناس يعني صنع اشياء وحضر الجن ولكن بعد هذا ما عرف كيف يصرفهم صح؟ بسبب كلمات. في قنوات الان تعلم هذا، فما بالك الآن يعني هذه الفتنة، فتنة النساء، أن يرسل لك يعني يقول مثلا في وقت كذا في احتفال كذا وفي وقت كذا احتفال كذا وفي وقت كذا احتفال كذا والتذاكر من كذا والتذاكر من كذا. فهذا إشكال في صورة الوعظ. الآن يعني بعض القصاص يذكر لك أن فلان التقى بفلانة وفلانة على وصف كذا وكذا 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 وكذا،
فهل هل هذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة؟ لا رضوان الله عليهم. فاش تصنع؟ تصنع إذا لعب بك الشيطان يعني تقرأ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، تدعو ألا تصرف عني كيدهن، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، تزور القبور، صح؟ نعم، تتعاطى هذه الأسباب الشرعية. طيب فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، أي في أول الحمل، فلما أثقلت أي في آخر الحمل، دعوا الله ربهما، جمع بين الربوبية والألوهية، لئن آتيتنا صالحا في الخلق وفي الخلق لنكونن من الشاكرين. هذا هو الشاهد، أن الإنسان دائما يتمنى، قل يا رب يسر لي طلب العلم وتنظر ماذا أصنع، يسر لي الذهاب إلى السعودية وتنظر ماذا أصنع، يسر لي زوجة صالحة وتنظر ماذا أصنع. صحيح، دائما إنسان يتمنى قبل، وإذا حصل المطلوب انظر ماذا حدث. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذا كالنذر ووعد. فلما آتاهما صالحا، حصل المطلوب، كان لأصل أن يقوم بماذا؟ بالشكر، لأنه وعد في الأول. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، قالوا أن اللي جاء بهذا الولد الولي الفلاني، شرك أكبر. أضاف سلامة الولد إلى الأطباء وقال والله كاد الولد يموت وأنقذ الطبيب، طبيب حاذق، شرك أصغر. يقدم محبة الولد على محبة الله، فتعالى الله عما قال يشركون، أي هذا في بني آدم عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى معنا التسمي بعبد المطلب، هل يصح أن نعبد الأولاد لغير الله؟ لا. لو قال لك قائل يصح التسمي بعبد المطلب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكمة بينة وما يصح التعبيد إلا لله. يقول هذا الحديث، تقول هذا الحديث أنا ما أعرفه، لكن أنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منك تتبع المتشابه وتترك المحكم. يا أخي عبد الأولاد لمن؟ لله، وأنا عبد ولدي للمطلب، صح؟ وانتهى الأمر، وقلنا هذا القاعدة دائما معك. الرد المفصل تقول النبي صلى الله عليه وسلم عرف بهذا، وهذا أمر انتهى، ما يستطيع يغير النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام الآن في باب الإنشاء الجديد، سمي إنسان. ثم الآن عبد المطلب هو في الحقيقة اسمه شيبة الحمد، شيبة الحمد أخذوا إلى أخواله حتى يرضى، أخذ المطلب، أخذ هذا شيبة الحمد إلى أخواله وجعله هناك يرضى، على ما هي عادة قريش أن يجعل الأولاد يرضعوا في خارج مكة. شاب كبر هذا شيبة الحمد، فجاء المطلب إلى المدينة وأردف خلفه شيبة الحمد. عندما وصل إلى مكة تغير لون شيبة الحمد، تغير إلى السمرة، شيء من السمرة، فرآه الناس، والناس ما يعرفوا هذا، ما يعرفوا الولد، فقالوا من هذا؟ قال هذا عبد. قالوا عبد لمن؟ قالوا عبد للمطلب، فألصق به هذا لقب. وهنا العبودية عبودية رق، مفهوم؟ أي نعم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم هل سمى أحد من الصحابة عبد المطلب أو أقر بهذه التسمية؟ ثم أن الولد الآن لابد أن تختار له اسم، اسم حسن، هل تعبد لله أو لغير الله؟ طيب بعده، باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. ولله تقديمها من حق التأخير، لله لا لغيره. الأسماء من السمو من السمة،
السمة الإنسان يرتفع باسمه سمو، والسمة العلامة. ما الذي يفرق بينه وبين الشيخ أبو سلطان؟ الاسم. طيب، الحسنة البالغة، في الحسن أكمله، فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسأل، تقدم معنا. ذروا اتركوا يلحدون يشركون ويدخلون فيها ما ليس منها. نعم. قال باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله، إذا ماذا نقول؟ أمنت السلام، التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات كل تحية لله، والصلوات الفريضة والنافلة والدعاء، صحيح؟ لله، تحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات الله طيب ولا أقبل إلا طيبا. جاتني رسالة قبل أيام، اسمع شيخ، يقول عندما تقول التحيات، التحيات هذا طائر في الجنة، عندما تقول التحيات يطير وينزل على شجرة اسمها الصلوات، والصلوات تصنع، يا رجل، وهذه الفائدة لابد أن تنشرها. سبحان الله. المهم، إذا كان الصحابة قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هاي في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله، إذا ماذا نقول؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. لماذا لا يقال السلام على الله؟ لأن الله هو السلام، ولأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، ولا يدعى للشيء بالسلامة إلا هو قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. ولهذا نقول اللهم صلي وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وندعو الله أن يسلم لنا النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص. نعم. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت، يعني تعليق الدعاء. تعليق الدعاء هذا كأنه الداعي مستغني عن الله، يقول أنا غير مهتم، إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، أو كأن هذا الأمر عظيم على الله، والله لا يتعظم شيء أعطاه، أو كأن لله مكره، فماذا تصنع؟ تستثني في الدعاء؟ لا. إذا جاء النهي عن استثناء في الدعاء، إيش تقول؟ اللهم اغفر لي، تعزم المسألة، تقول اللهم اغفر لي، ارحمني، الله يهديك، ما تقول الله يهديك إن شاء الله، مفهوم؟ أي نعم. إذا جاء النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم. باب لا يقول عبدي وأنا، لا يقول يعني النهي عن قول عبدي وأمتي، لأنه هذا فيه أولا إذلال للعبد، وفيه تعدي على جانب الربوبية. فماذا تقول؟ تقول فتايا وفتاتي وغلامي وهكذا، وسيدي ومولاي. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله، لأن الآن السائل إذا سألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله تجيب هذا السؤال، إلا إذا كان فيه ضرر على المجيب أو إعانة على منكر. يعني جاء واحد للشيخ وقال أسألك بالله البطاقة الشخصية، بطاقتك الشخصية أو جواز السفر، يقول ما أستطيع، أنا أعظم الله نعم، لكن هذا فيه ضرر، ضرر علي. أو يأتيه إنسان وقال أسألك بالله 5 ريالات، ليش؟ قال والله مصدع أبغى أشتري سيجارة،